ونيابه عن كل الامهات والاولياء والامور ان نشارككم اليوم حفل تكريم السيد الناظر مصطفى ساكا احد رجال اسره التربيه والتعليم البارز الذي كرس جل حياته لخدمه بناتنا وابنائنا وساهم بكل ما يملك من طاقه وجهود في توجههم وتربيتهم والحفاظ عليهم وكذلك الاجيال السابقه التي نجد منهم اليوم حاليا الطبيب والقاضي والمحامي والفلاح والاجير والجندي وكل شرائح المجتمع. ولا يسعنا سيدي مصطفى الا ان نشكركم على عطائكم وتضحياتكم النبيله لما بذلتموه من جهد في من اجل تلاميذكم وتلاميذاتكم وهم ابناؤنا ايضا. كما لا يسعنا ان نهنئكم باسمامكم لمهامكم بنجاح وبسلام وبصحه وعافيه. لقد تركتم وستتركون ذكريات من ذهب محفوره في الذاكره، ذاكره اخواتكم واخوانكم في العمل، وفي ذاكره التلميذات وتلاميذكم، وذاكره نحن جمعيه اولياء اباء التلاميذ وامهات اولياء الامور. فلن ننساكم ابدا، لقد تركتم وستتركون ذكريات من ذهب ولن ننساكم ابدا ابدا. فمن منا لا يذكر تلك الحقبه الذهبيه، حقبه الدراسه، ومن منا لا يذكر اساتذته ومربيه وموجهيه ومؤثريه بما في ذلك من حب وشوق له. فهنيئا لكم بما كسبتم وستكسبون من عطاء رباني من اجر وحسنات، لان الله لا يضيع اجر من احسن العمل. فاللهم اجزكم خير الجزاء وارزقكم السعاده والهناء وطول العمر للاجر والحسنات، وادم عليكم نعمه الصحه والعافيه. امين.